ألعاب البلاي ستيشن ممكن تتحول لسوسي عند الكتار ومن كل الفئات العمرية، لكن شو هي هي الألعاب وشو هي ظروف الصالات يلي بتضم هي الألعاب؟ تفاصيل أكثر رح نعرفها بهذا التقرير. بلاي ستيشن جهاز ألعاب بكل المقاييس من أنجح أجهزة الألعاب، يعني بالنسبة لكتير عالم أهم من الكمبيوتر، أهم من أي شيء. خصوصي لعبة الفوتبول طوروها بشكل مخيف جدا. هي لأن احنا هون عم نشوف بلاي ستيشن 4، بتشوف البلاي ستيشن 5 كمان أهم بمراحل مهمة. يعني في عندي أعمار أنا مثلا من 10 سنين لل 50 سنة بيجوا بيلعب. هلا هي الصعوبات أهم شغلة هي لهالمصالح هي الكهرباء، بس عم تتعالج هلا بالإنفرتر، البطاريات يكون عندك إنفرتر كبير، بطاريات كبيرة يحمل لك الموضوع. والله اجاني شباب، مو لا شباب من الحاره هون، كان اول يوم العيد حجزوا قبل باسبوع عندي، قعدوا من الاربع العصر للخمسه الصبح. يعني انا داخل، يعني انا صرت احاول انه اقول له خلص روحوا، لا بدنا نلعب بس اللعبه وبس اللعبه، روحوا من النوم. ضلوا قاعدين 13 ساعه اجمالا. انا اولاد صغار ما بستقبل، اذا بيجيني حدا يعني بدق لأهله، أهله عندهم علم بهالموضوع، وقت الفحوصات أولاد ما بستقبل أبداً أبداً، مشانهم يعني، مو مشاني، مشان أنا ما يصير مشاكل بيني وبين أهل الجماعة. يعني إحنا عانينا منها نحن وصغار، كنا نروح على محلات ألعاب وكانوا أهلينا يجوا يقتلونا بقلب المحل، صار معنا مشاكل كتير بالموضوع. طبعاً برا تطورت أكثر، يعني عندهم فرق بكل شيء، وعندهم عم بقول لك يعني عندهم الألعاب الأونلاين، وعندهم صار بطولات وبطولات عالمية، والفيفا تدخلت صار عندها بطولات مثلاً للبيس، في بطل عالم، في ثاني ثالث، في جوائز عليها. هون عندنا صعب كثير تصير هالشيء هذا يعني بالوقت الراهن. انا عامل شغلي يعني مثل كانه جديده للصالات، على المساحه اللي عندي حاطط بروجيكتر عرض المباريات، يعني بنكون في مباريات مهمه مثل ابطال اوروبا، دوري اسباني، دوري فرنسي، كل الدوريات الانجليزي بكون في لعب مهمه بعرض لهم اياهم، بوقف بلاي ستيشن بحط الكنبايات بشكل انه يصير مثل صاله عرض. يعني بس هلا انه موضوع قرار التسكير بكير، يعني لا بيقولوا انه مثلا الصالات الساعة 9 تسكر. هلا مثل هي المصالح مثلا، وانت خصوصي انا ما بستقبل اطفال مثلا عندي، انا اعتمادي على الشباب اكثر. الشباب بتخلص شغله يعني من 8 9، عرفت شو يعني، بتبلش انت شغلك من بعد 8 9. بس هذا الموضوع يعني انه موضوع قرار التسكير متاخر، يعني انه يصيروا مثلا يسمحوا لنا 12 وحده ممكن. لا صارت لهفه، بيجوا اخوات لعندي بيلعبوا ضد بعض مثلا، يعني بيجوا هن اربعه بيلعبوا مثل ما بنقول انه رباعي، يعني بيجوا كل واحد كل اثنين فريق بيلعبوا دائما ضد بعض، واكثر شيء بيتسببوا هن الاخين. هي اكثر شغله يعني مضحكه، يعني العالم تترك ايام من ايدها بتقعد تتفرج عليهم بس مشان تضحك.